اليوم وبكره. طبعا السيدات رح نزل لكم اياهم تعون المصل فيسيولوجي بعد ما اخلص محاضرات بكره، مشان يكونوا كاملين وتدرسوهم كاملين مع بعض. طبعا ثلاث محاضرات ولا اربعه؟ لا انا ثلاثه، انا يعني بعرفش اذا شفتوا انتم تايم، انا في لي ثلاث غيرهم يعني. مكتوب عندنا الفيسيولوجي اربعه، المفروض انه اربعه بس انا يعني التقسيم ثلاثه حاطين لي اليوم وبكره، بس راح احكي مع الدكتور ايمن اللي هو منسق المساق واشوف ليش حاطين انه اربع محاضرات. تمام اتاكد. فيعني انا بلودي مش كتير بهذا السيستم، اكثر شيء على الاناتومي. نعم دكتورة، بالنسبة للسلايدات إنه ليش لبكرة؟ إذا بنفع اليوم يعني عشان ما نراكم. ما هو قال لأنه عشان بكرة التكملة يعني بيكون إنه كلهم يعني مع بعض تدرسوهم، عرفتي يعني. هو المصل الفيسيولوجي هو يعني لو يعطيهم مثلا يعطيني ثلاثة ورا بعض بخلصهم، بس إنه هم لأنه مقسمينهم فأحسن إنه أعطيكم مرة واحدة تدرسوهم. تمام؟ دكتورة هيك بتراكم علينا، بس إنه لو نأخذها أول بأول أحسن. طيب خلص بعت لكم سيدات اليوم، يعني هي لأنها سيدات اليوم فقط يعني مقدمة بسيطة، أكثر شيء السيدات يعني اللي في بدها تركيز هي تعت بكرة إن شاء الله. تمام، وإن شاء الله تكونوا زبطوا كلكم بالإندوكراين، وبعرفش متى العلامات رح تأكيد، متأكد إن كلكم اللي بيحضر واللي متابع واللي درس أكيد زبط بالإندوكراين سيستم. تمام. جنن علاماتنا. نعم. لا بقول كانت بتجنن علاماتنا أتوقع. أكيد كلكم مزبطين، اللي دارس واللي حضر المحاضرات أكيد أنا متأكدة إنه مزبط. إن شاء الله. تمام. إن شاء الله. هلا رح نبلش بالمصل الفسيولوجي. طبعاً المصل او السيلز هم عباره عن سبيشلايز سيلز مسؤولين عن الكونفرجن للكيميكال انرجي انتو ميكانيكال انرجي اللي بتتمثل بالموفمنت او اي تايب اوف اكشن. هلا عندي انا المسل سيلز تستخدم او يوزز ذا انرجي ان ذا اي تي بي فورم تو جينيريت فورس اور دو ا سبيسيفيك ورك. هاي من جنرال تعريف عام شو هي المسل سيلز. طبعا في عندي انا different type of muscle tissues او في عندنا في our body في muscle tissue. طبعا skeletal muscle tissue من اسمها skeletal ترتبط مع السكيليتون او البونز، وهي طبعا المسلز هي striated under voluntary control، يعني هي under the influence of central nervous system. هلا التايب الثاني من المسل تيشو عندي الكارديك مسل تيشو. الكارديك مسل تيشو مين اللي موجوده بتكون بالهارت، وكمان هي سترييتد بس بتختلف عن السكيليت المسل انها انفولنتري اندر انفولنتري كنترول عن طريق البيس ميكرز او عن طريق الاوتوميك نيرفس سيستم. هلا ثيرد تايب اوف مسل تيشو اللي هم السموث مسل تيشو موجودين بيكونوا بالفيزرا مينلي، وهم نون سترييتد سموث مسلز يعني لهم انفولنتري موفمنت. بالنسبة للثري تايبس all three types of muscle tissues الفورس is generated by the interaction of actin and myosin molecules، وهاي العملية الانتراكشن بتحتاج انه transient elevation in the intracellular calcium، يعني عندي انا rate limiting step بانه انا to initiate the contract of muscle tissue انه يكون في عندي build up بالintracellular calcium. واضحة هادي؟ فالإنترسيلر كالسيوم لما يكتر بالمسل تيشوز ساعتها عندي بصير عندي البايندينج بين أكتين الميوسين موليكيولز، وأز أ ريزلت بصير عندي الكونتراكشن بالمسل تيشو. هلا وات آر ذا فانكشن اوف ذا مسل تيشو؟ عندي أنا الفانكشن اوف مسل تيشو عندي لوكوميشن تو برودوس ذا بودي موفمنتس، في عندي تو ستابلايز ذا بودي بوزيشنز، في انه عشان تعمل ريجوليشن للفوليومز الموفمنت اوف سبستنس اند نوتريانتس ويذين ذا بودي اند تو برودوس ذا هيت. ذيس از ان اكزامبلز اوف ذا فانكشنز اوف ذا مسل تيشو. هلا وات ار ذا بروبرتيز اوف ذا مسل تيشو؟ في عندي انا فايف ميجر بروبرتيز اوف ذا مسل تيشو. اول شيء الاكسايتابيلتي، من اسمها اكسايتابيلتي انه ذا ابيليتي اوف ذيس مسل تيشوز او مسل سيلز تو ريسبوند اور رياكت تو اني نيرفس ستيميليشن. السكند بروبرتي الكوندكتيفيتي، انه انا in muscle cells they have the ability to transmit
this to the other muscle cells مشان يصير عندي أنا ال contraction يكون بكل ال المسل. هلا في عندي كمان third properties اللي هي contractility اللي هي the ability of the muscle tissue to shorten under the influence of force. وهذا بيكون طبعا simulated by the nervous system or the hormones. فالcontractility تعبر عن shortening abilities of this muscle tissue under the influence of forces. هلا الاكستنسيبيليتي، الاكستنسيبيليتي في بيبرز كمان بتسميها باسيف اكستنسيبيليتي اوف ذا ماسل سيلز تو لينثن وين ستريتش. لما بعمل انا ستريتشنج للماسل سيلز بيوند ذا نورمال ريستنج لينث عندها الابيليتي انها تو بي ستريتش، بس ذيس ستريتشنج اكستنسيبيليتي يعني في عندي ليميتيشن لقديش الماسل بقدر اعملها ستريتشنج. الإلاستيسيتي اللي هي الابيليتي اوف ذا ماسل تيشو تو ريتين باك تو اتس نورمال ريستنج لينث، وهي بسموها ريكويل فينومينا، انه الابيليتي اوف ذا ماسل انه بس اعملها ستريت الاوريجينال ريستنج لينث. وهي كمان بتعتمد على قديش انا عملت لها ستريتشنج. لما يكون ستريتشنج بيوند certain limitation الريكويلينج ممكن ما يكون ما ترجعش لوضعها الطبيعي. فهاي ده الخصائص الخمسة للمصل تيشوز. دكتورة تفضلي. دكتورة بالله ما فهمتش الاكستنسيبيليتي. هلا الاكستنسيبيليتي انه قلنا الاكسبسيف فيتشر او فيسيولوجيكال فيتشر، انه انا اذا عملت ستريتش للمصل بصير لها ستريتشنج مش انها ستيف، تمام؟ يعني إلها علاقة بالفليكسابيليتي للمصل. وصلت. فأنا إذا بعمل ستريتشنج، طبعاً ستريتشنج هذا لازم يكون within certain limits. إذا بتجاوز هذا الليمت المعين أنا الريكويل اللي هي الإلاستيسيتي الريكويل إنه ترجع لوضعها الطبيعي بيعتمد على قديش أنا عملت لها ستريتشنج. فالإكستنسابيليتي والإلاستيسيتي أو properties of the muscle tissue لأنها ما بتحتاج بالعادة ETB، تمام؟ تمام شكرا. هلا نيجي نحكي للسكليتال مسل ارينجمنت ستراكشر ارينجمنت. هلا السكليتال مسل تتكون من عندي باندل اوف مسل فايبرز، هذول بسموها فاسيكولاس. هلا المسل فايبرز هي بتمثل المسل انديفيديوال مسل سيل. الانديفيديوال مسل سيل تتكون من باندلز اوف مايوفايبرز. طبعا المايوفايبرز خلينا نقول هي المين نقول كونتراكتايل يونت بي فايبرز. هلا عندي بالاضافه لانه انا في عندي muscle fibers او muscle cells كمان السكليتال المسل بتحتوي على الكونكتيف تيشو اللي بتعمل لي التندونز اللي هي بنحتاجها مشان نعمل انسرشن للمسل على السكيلتون او البونز. في عندي البلد فيزلز تو بروفايد او تو سبلاي ذا muscles with the nutrients and oxygen and the nerves اللي هي المسؤولين عن انه الترانسفير للستيمولاتوري امبلسز. هلا عندي انا طبعا هذا المايوفايبرال اللي هي الكونتراكتايل يونت اوف ذا مسل سيل. هلا انا عندي المايو رح احكي بريفلي رح نحكي عنهم بالديتيلز نيكست كومينج سلايدز. هلا عندي انا المايوفايبرز بس ركزوا معي بهاي يعني بالجنرال يعني او بالبريف يعني اكسبلانيشن. هلا عندي انا بتكونوا من تو زي لاينز او زي ديسك بسموهم. هدول تو زي ديسك طبعا اول قبل ما نحكي عن المايوفايبرز عندي الفانكشنال يونت فيها اسمها ساركومير. ساركومير بتتكون من 2Z lines. طبعا المسافة between 2Z lines بتكون لي 1 ساركومير. هلا 2Z line طبعا هذول بمثلوا الـ repeating contractile units of the ساركومير. هلا في عندي غير Z line في عندي إشي بسموه الاي bands. الاي bands بيحتوى على thin filaments. thin filaments اللي هي بتكون من الأكتين بروتين. وفي عندي in the middle of the sarcomere في عندي الA band. الA band تتكون تنقسم لقسمين. في عندي الزونز القريبين على الI band بمثلوا the overlapping zones between the thick and the thin filaments يعني between the actin and myosin. وفي عندي the H zone
اللي هو تقريبا بالضبط in the middle of the sarcomere أو in the middle of the A band. هذول بيحتوى على الميوسين بروتينز اللي مش مرتبطين مع الأكتين ميوسين. يعني بالأتش زون في عندي ميوسين بس ما في عندي أكتين فيلمنتس. بينما خلينا نقول the end of the A band في عندي binding between the أكتين فيلمنتس. هاي المكونات الA band إذا بتتكون من أتش زون اللي هو بس بيحتوى على ميوسين بروتين والزونز اوف اوفرلابس اللي هي at the end of the A band اللي هو مثله البايندينج زونز بين the actin and the myosin. في عندي هون الام لاين مسؤول عن انه يعمل عندي attachment between the adjacent thick filaments وبيحتوي على structural proteins مسؤولين على الفانكشن والالاينمنت للميوسين مولكيول اللي رح نحكي عنه هلا بي يعني بمور ديتيلز. تمام. هلا عندي انا الميوفايبرال بتكون من 3 كاينز اوف بروتينز. عندي انا شيء بسموهم الكونتراكتايل بروتينز اللي هم الميوسين والاكتين اللي هم المسؤولين مينلي عن الكونتراكشن او الكروس لينكينج اللي بيؤدي للكونتراكشن. في عندي كمان ريجوليتوري بروتينز اللي مسؤولين عن انه يعمل تيرنينج اون اور اوف اوف ذا contraction between the myosin and actin اللي هم بتمثلوا بتروبونين تروبونين كومبلكس and troponin proteins اللي هم مسؤولين عن انه يعملوا providing support elasticity extensibility اللي هم examples عليهم التايتن الميوميسين نيبيولين and dystrophins. هلا نيجي نحكي شويه details عن each component of the myofiber. هلا في عندي الميوسين هو لارج بروتين بيتكون من 6 ديفرنت بوليبيبتايدز. هلا ايتش بوليبيبتايد في عندي بيتكون من 1 بير اوف لارج هيفي شين اند 2 بيرز اوف لايت شينز. هلا الهيفي شين بصير انتو انهيليكال ان انهيليكال كونفيجريشن وبتعمل لي الود لايك سيجمنت. طبعا هاي الود لايك سيجمنت بيكون عندي الان تيرمينال بورشن اوف ذيس هيفي شين بتعمل لي شيء بسموه اللارج جلوبولر هيد. هاد الهيفي شينز. هلا عندي الهيد هو المسؤول عن انه يرتبط مع الاكتين او الثين فيلمنتس. طبعا الميوسين كمان عنده intrinsic ability to hydrolyze the ATP. عنده intrinsic ATP activity. طبعا وهي mainly موجوده بهذا اللاجر mainly مكون من الالفا هيليكال configuration of the heavy chains. هلا نشوف اللايت شينز. اللايت شينز عندي مرتبطين بهذا الجلوبولر هيد. طبعا عندي لايت شينز في عندي تو تايبس اوف لايت شين. في عندي الايزينشال لايت شين. الايزينشال لايت شين هي فيري كريتيكال فور ذا اي تي بيز اكتيفيتي اوف مايوسين. وفي عندي انا ريجوليتوري لايت شين. ريجوليتوري لايت شين ات انفلوينس ذا كاينيتكس اوف بايندينج بتوين ذا اكتين اند مايوسين اندر سيرتن كونديشن. بس المين اي تي بيز اكتيفيتي بتحتاج البريزن اوف لايت شينز مينلي الايزينشال لايت شين. تمام. اذا فالميوسين اذا بتكون من هيد واللي هو الهيفي بمثل الهيفي شينز واللايت شينز اللي هم بيعملوا كنترولينج للاي تي بيز اكتيفيتي اوف ذس مايوسين هيد. طبعا عندي انا الثيك مايوسين فيلمنتس. طبعا هي تيثرد او انكرد تو ذا زي لاينز باي ذا سيتوسكيليتال بروتين بنسميه تايتن. فالتايتن هو فيري لارج الاستيك بروتين بيمتد من الزي لاين to the center of the end. طبعاً the important of the title إنه مسؤول عن organization alignment of the thick filament أو الميوسين molecules in the sarcomere. يعني بيعمل لي structural support للميوسين بالsarcomere. كمان التايتن أحياناً بسموه إنه هو الميكانو سنسر اللي بيساعد على الانفلوز للجين اكسبريشن وبروتين ديجريديشن اللي بتفيد بعمليه للكروس لينكينج بين ذا اكتين اند ذا مايوسين. هلا في عندي سيرتن تايبس اوف ماسكولار ديستروفي بتكون ديفكتس بهذا التايتين بروتين. بالاضافه للتايتين في عندي اذر بروتين مسؤول عن انه يعمل ارينجمنت للميوسين موليكيولز اللي هو موجود بالام لاين بسموه مايوميسين اللي هو مسؤول بيرتبط بالتايتين ومسؤول عن انه يعمل كونكتنج للادجيسنت ثيك فيلمنتس توجذر. فهذه بالنسبه للميوسين موليكيولز اند اتس ريليتد بروتينز. طبعا عندي انا
بالنسبه للسنفلمنت اللي بتكون من الاكتين بروتين، انا بحتاج بلورايزيشن للمونومر اميريك اكتين مولكيولز انتو فيلمنتس اكتين فورمز تو برودوس وات وي كول ذا ثين فيلمنتس. هلا في عندي انا بروتين استراكشر بروتين اسمه نوبيولين اللي هو مسؤول عن انه مسؤول عن اللينكس اوف ذا ثين فيلمنت وبعمل ريجوليشن لهذا اللينكس اوف ذا اكتين فيلمنتس. وفي عندي انا بروتينز مسؤولين عن انه تو تيرن اون اكتين مايسين اللي هم في عندي اول بروتين بروتين تروبومايسين. بروتين تروبومايسين هو بسكر المايسين بايندينج سايتس اون ذا اكتين مولكيولز، والتروبومايسين هذا بحتاج لكومبلكس مشان يعمل ريجوليشن لانه متى يرتبط بالبايندينج سايتس على الاكتين مولكيولز ولا لا، اللي هو الكومبلكس المسؤول عن هذا الشيء هو التروبون كومبلكس. التروبون كومبلكس بتكون من 3 سب يونت، التروبونين تي، التروبونين اي، اند التروبونين سي. طبعا هم موجودين بيكونوا على التروبومايسين دايما وبيتحكموا بالبوزيشن فيلمنتس. هلا في عندي لما تربط تروبونين تي بيرتبط مع التروبومايسين، التروبونين اي بيعمل انهيبيشن للبايندينج بين مايوسين اند اكتين باي تروبومايسين، يعني بيحرك التروبومايسين على المايوسين بايندينج سايد على الاكتين وبسكرهم. بينما التروبونين سي هو بيعمل سينسنج للكالسيوم وبيرتبط مع الكالسيوم. لما بيرتبط تروبونين سي مع الكالسيوم هون بصير العكس، بصير عندي انا movement of tropomyosin away from the binding site of the actin filaments, posing the myosin binding sites, وبصير عندي interaction between the myosin and actin filaments بتم، وبصير عندي as a result في عندي sarcomere shortening والcontraction بتم. واضحة هذه تعيت ال thin filaments وال other structural proteins. في عندي other proteins كمان مسؤولين عن associated with the thin filaments or the actin filaments. في عندي التروبومودولين والألفا أكتينين والكاب زي proteins. التروبومودولين طبعا هذا at the end of the thin filaments and هو مسؤول toward the center of sarcomere، وهو مسؤول عند setting the length of the thin filament or the actin filaments. والألفا أكتينين and كاب زي كمان هم بيعملوا anchoring للثين فيلمنتس تو ذا زي لاين. فهدول البروتينز مينلي مسؤولين عن اللي يتحكموا باللينكس تاع الاكتين فيلمنتس، وكمان عن يعمل ستراكشر سبورت وارتباطهم مع الزي لاين. عندي اذر مولكيول اذر بروتين سوري ديستروفير بربط الثين فيلمنت تو ذا ساكروليما. طبعا هو بيعمل مسؤول كمان عن ترانس ميشن للتنشن جنريتد تو ذا تندون، يعني بنقل التنشن تو ذا تندون. طبعا ديستروفين جلايكوبروتين كومبلكس طبعا هو اللي بيعمل ستراكشر لينك بين ذا سايتوسكيليتون اوف ذا مسل سيل اند اكسترا سيلولار ماتريكس. طبعا هذا بيعمل ستابلايزيشن للساكروليما وبيعمل بريفنشن للكونتراكشن اندوست انجري رابشر اوف ذا مسلز. هلا سيرتن ديزيز زي دوشن مسكولار ديستروفين ديفكت او في عندي لوس بالديستروفين بروتينز. فالديستروفين مسؤول جدا عن انه يربط الثين فيلمنتس تو ذا اكسترا سيلولار ستراكشر اللي هي الساكروليما. في عندي انا كمان اذر كومبوننتس اوف ذا مسل سيل. في عندي ساركوبلازميك ريتيكولم. طبعا ساركوبلازميك ريتيكولم هي سينيمم للسموث اندوبلازميك ريتيكولم، هي مسؤوله عن اللي هي انترسيلولار ميمبرين regulation of the release of the intercellular calcium. فهي بتمثل او بتشبه السموث اندوبلازميك ريتيكولم الساركوبلازميك ريتيكولم، بس هاي الساركوبلازميك ريتيكولم خاصه بالمسل سيل شيء يسموها ساركوبلازميك ريتيكولم. هلا في عندي كمان other structure بال المسل سيل سكيلتال مسل سيل. في عندي تي تيبيول. التي تيبيولز هي عباره عن انفاجينيشنز اوف ذا بلازما ميمبرين، وهم طبعا مينلي موجودين بيكونوا بستريتد مسلز. طبعا طبعا مسؤولين هم عن منتين ذا بلازما كريتيكولم كالسيوم ستورز اندر ذا تايت كنترول. طبعا عفايا سبيسيفيك شانلز اسمهم فولتج سنسر شانل او دي اتش بي ار شانل، فهم المسؤولين عن الكنترول للستورج للكالسيوم انسايد ذا ساركوبلازميك ريتيكولم بالمسل سيلز. دكتورة يعطيك العافية. نعم يعطيك العافية. الله يعافيك.
أي دكتورة في مجال بس لو تبطئي الشرح شوي لأنه الشرح سريع كثير كثير. من وين بدك أرجع عيد؟ لا لا مش ترجع أو تكمل الشرح بس إنه تبطئ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إذا برجع بعيد هون إذا في عندي أنا other structures بالإضافة للسركومير components في عندي أنا sarcoplasmic reticulum ولا موجودين ميلي هم بيمثلوا أو بيشبهوا السموث إندوبلازميك ريتيكولم وهم مسؤولين عن إنه يتحكموا في الريليز أوف ذا إنترسيلر كالسيوم اللي هو الإنترسيلر كالسيوم as a result مسؤول عن الكنترول للcontraction أو الcross bridging between the actin and the myosin. وفي عندي أولز هم عبارة عن invagination of the plasma membrane وهم مسؤولين أنه يعملوا regulation للstorage of the calcium عن طريق الفولتج sensor channel اللي هم اسمها DHBR channels. هلأ في التفرقة بين sarcoplasmic reticulum والtubules أنه sarcoplasmic reticulum هم intracellular network بينما التيتبيولز هم extra contact with extracellular space فهم يعني زي يقولوا extension of an extracellular space. هلأ the portion plasmic reticulum and which is close to the T-tubule نسميه terminal cisterna. Terminal cisterna هي the site where calcium is released. فهي هاي ال يعني هاي ال portion مسؤولة أو critical for the contraction of the skeletal muscle. الترمينال سيسترنا لأنه هو هي المنطقة اللي بيطلع فيها الكالسيوم اللي بتحكم بالأخير بعملية ال cross bridging وال overall contraction of the skeletal muscle. دكتورة. مونات السكليت المصل تتكون من عندي الكونكتيف تيشو اللي هي اللي بتمثل التندونز المصل فيسيكلز والبلد فيزلز والنيرفز. هلا المصل فيسيكلز بتتكون من باندز اوف باندل اوف مصل فايبرز او سيلز. المصل فايبرز اللي بتمثل كمان اسمها مصل سيلز. المصل فايبرز تحتوي على ساركوليما. الساركوليما طبعا تشبه السيل ميمبرين بالخليه العاديه بس لانها بالمصل سيل بنسميها ساركوليما. فهي خلينا نقول الاوتر لاير الاوتر كريما بيحتوي كمان على تي تيبولز اللي هي انفجينيشن اوف ذس ساركوليما. تحتوي على الساركوبلازم وفي عندي مالتيبل نوكلاي. هلا في عندي الساركوبلازم فيها ساركوبلازميك ريتيكولم انترسيلر ستراكشر المسؤول عن انه الريليز اوف ذا انترسيلر كالسيوم. الماي فايبرز اللي هي قلنا الفايبرز اللي هي الكونتراكتايل يونت اوف ذا مسل سيل. الميتوكوندريا لانه انا بدي طاقه وانرجي وجلايكوجين. هلا الماي فايبرز قلنا هي بتتكون من عندي خلينا نقول البروتينز المسؤولين عن الكونتراكشن بالاضافه للستكشر بروتينز. فعندي الماي فايبرز بتحتوي على الاكتين والمايوسين اللي هم الكونتراكتنج بروتينز وبتحتوي على البروتينز المسؤولين على التيرنينج اون اور اوف اوف ذا كونتراكشن والتروبوميسين والتروبونين كومبلكس وبتحتوي على ستراكشر بروتينز زي التايتن والنوبيولين. طبعا عندي انا البايندنج بين ذا الثيك فيلمنتس والثين فيلمنتس بالاضافه لهدلوني اورجنايز انتو الفانكشنال يونت اللي هي الساركومير. طبعا قلنا الساركومير هي المسافه اللي بين 2Z disk or 2Z lines. طبعا السيركومير لينكس يعني البابليكيشن تحكي لك انه طولها تقريبا around 2 micrometer السيركومير لينكس هاي بال يعني نورمالي انه around 2 micrometer. دكتورة ممكن نرجع سلايد قبل اللي على العضلة من اليمين AIHAM شرحتهم هون بدي ارجع اوضحهم هون ممكن اسرع ارجع عيدهم بالجنرال. هلا هون هذول قصدك الاي والاي والاتش هلا قلنا رح ارجع عيدهم مره ثانيه لانه مشان هذول مهمين لانه في فيديو في بالكروس لينكينج يعني سايكل. هلا انا عندي قلنا الفانكشنال يونت بالمايوفايبرل اللي هي الساركومير. الساركومير بتتكون بتمثل المسافه بين 2 زيسك. هاي بتمثل الساركومير. على الساركومير فيها باندز. الباندز هم الاي باندز اللي هي بيكونوا مربوطين مباشرة بالزي لاينز. الاي باندز بتحتوي على الثين فيلمنتس اللي هي الاكتين بروتين. تمام؟ واضح لهون؟
الاي باند. الاي باند اللي هي بتمثل السن فيلمنتس او الاكتين بروتينز. تمام تمام. هلا في عندي الاي باند اللي هي موجوده خلينا نقول in the middle of the قسم, طبعا هي بتمثل الميوسين او الثيك فيلمنتس او الميوسين بروتينز او الميوسين مولكيولز. هلا في عندي at the end of the a band في عندي dark zones بمثلوا zones of overlapping, overlapping between which proteins, الاكتين والميوسين. تمام تمام واضحة. هلا ال remaining part of the a band سموه the H zone. The H zone اللي هو بيحتوي على الميوسين مولكيولز او الثيك فيلمنتس بس ما في عندي ولا اكتين فيلمنتس. يعني هدول الميوسين فيلمنتس اللي بال H, اي اكتين فيلمنتس ما فيش عندي اكتين فيلمنتس بهذا الزون, فهو بيورلي ميوسين مولكيولز او ثيك فيلمنتس. واضحه تمام. طب الأملاين اللي هو in the center of the sarcomere هذا بيحتوي على structural proteins اللي بيعملوا support و anchoring للadjacent ميوسين او ميوسين مولكيولز. واضحه. فهي تقسيمات الباند الموجوده بالسركومير. طب دكتورة هاي أسماء هسا الثيك قصدي الثين فيلمنتس اللي هو الأكتين بمرحلة الكونتراكتال ما حيدخل على الإتش زون؟ رح يدخل. هلا لا هو شوفي حسب يعني هلا الإتش زون هلا إحنا بنحكي عن هذا بال يعني بالنورمال يعني نورمال أرينجمنت. هلا ممكن إنه كل ما كانت الفورس أوف كونتراكشن ممكن يصير تداخل أكتر. فالإتش زون هو بمثل اللي فري مايوسين اللي ما فيش في عليهم أكتين. عرفتي علي كيف؟ تمام. فانا كل ما الحضرات الجاي كل ما انا بعمل ريكروتمنت اكثر للاكتين والميوسين كل ما الفورس اوف كونتراكشن بتزيد تو سيرتن ليميت. طبعا واحنا حكينا انه التايتن اللي هو مسؤول انه يربط لي الميوسين بال يعمل انكورنج للميوسين مع الزيزون والسينفيمز. هذا التايتن بروتين فيري امبورتنت لانه التايتن بروتين هو قلنا ميكانو سنسر فبيحدد لي قد المصل انها تعمل كونتراكشن قديش ضايل مساحه او ضايل افيلبل سبيس انها تعمل كونتراكشن. لما التايتن تقريبا خلص كومبريست وما فيش مجال انه العضله تبطل تقدر تعمل كونتراكشن. فالتايتين مثلا الفلستكشر بروتينز هذول مسؤولين بيتحكموا في اللينث في الفورس اوف كونتراكشن في قديش يرتبط بايندنج بين ثيك اند ثين فيلمنتس. فكل الكومبوننت هذول اللي حكيناهم مهمين جدا في عمليه الكروس لينكينج رح نحكي عنها هلا. تمام تمام. هلا نيجي نحكي للميكانيزم اوف كونتراكشن. اول شيء بنحكيها سمبل ستيبس بعدين رح نشوف كيف الكونتراكشن. هلا قلنا مين بذكرني لما بيكون انا عندي ريستنج ستيت شو الاكتين او الميوسين بايندينج سايتس عند الاكتين في ايش بتكون مسكره حسب ما حكينا بالتروبوميوسين بتكون مسكره بالتروبوميوسين. انا عندي هذا كلوزد ما فيش عندي بايندينج او فيش عندي كروس لينكينج فالميوسين طبعت مع الاكتين. هلا عندي انا السلايدنج فيلمنت ثيوري اوف كونتراكشن اللي هي انه البايندنج بين مايوسين انه تعريفها انه المايوسين كروس بريدجز بول اون ذا ثين فيلمنتس. الثين فيلمنت ساعتها بصير لها سلايدنج انورد بصير عندي انا الزي ديسك اللي هي هدول المسؤول انه بحد اللي هو تو او الديستانس بين ذا تو زي ديسك بتمثل لي اللينث اوف ذا ساكرومير بصير انا عندي يجو بالقدر وهي بصير عندي انا ساعتها شورتنينج بالساركو مير وشورتنينج بالمسل فايبر وشورتنينج بالمسل اوفر اول. فعندي السلايدنج او بتوين ذا مايوسين اند اكتين بعمل شورتنينج للساركومير لينث والمسل بس انا عندي السيكونس ثين فيلمنت اللينث تبعهم ما بتغير بس السلايدنج بتوين ذيس تو فيلمنتس هو اللي بغير اللينك تعيت مين الوحده كامله اللي هي ساركومير او از ريزلت المسل فايبر ككل هم ما بتغير الميوسين والاكتين. واضح. فقط اللي بتغير از ريزلت اوف ذا سلايدنج انه الساركومير لينك بصير له شورتنينج واز ريزلت الكونتراكشن بتم.
واضحة هاي بشكل عام بس إنه شو تعريف السلايدنج فيلمنت ثيوري أوف كونتراكشن. هلأ عندي أنا في different states بيكونوا موجودين فيها الأكتينوميسين. الستيت A اللي هو بسموه relaxed state، بهذا الستيت الATP بيكون مرتبط بالميوسين هيدز وبيكون partially hydrolyzed. هذا بسموه local، إنه الATP بعده مش completely hydrolyzed. فأنا عندي بعد ما صارش عندي cooking أو configuration changes بالميوسين هيد. هلا الستيت B اللي هو لما بكون عندي أنا الكالسيوم elevated. هلا لما بيكون الكالسيوم elevated الميوسين بيرتبط مع الأكتين. ليش؟ لأنه بصير عندي أنا complete اللي هو ستيت C complete hydrolysis of ATP، فبصير عندي conformational changes بالميوسين هيد. فبصير أنا عندي دين وبصير عندي الباي فوتينج. الباي فوتينج إنه هو يعمل الميوسين يعمل بولينج للأكتين فيلمنتس to the center of the sarcomere، بصير عندي shortening بالساكرومير as a result of contraction بصير. تمام؟ الستيت دي هلأ أنا مرتبطين عندي الميوسين والأكتين. هلأ شو اللي بده يعمل detachment لهذا البايننج؟ يرتبط النيو ATP مع الميوسين. هلأ النيو ATP إذا ارتبط مرة تانية مع الميوسين بعمل release للكروس بريدج. هلا اذا ضل كان بالبارشل هيدروزيس ستيت ما بصير عندي بايندنج اجين، بس اذا تحول مره ثانيه صار عندي كومبليت هيدروليسيس بالاي تي بي برجع مره ثانيه السايكل بصيرها ريبيتيشن اجين اجين. طبعا اللي بيعتمد انه يصير انا عندي بارشل ولا كومبليت هيدروليسيس للاي تي بي اللي هي بتحدد انه يصير عندي انا اكتيفيشن للميوسين هيدز او لا، اللي هو ذا بريزنس اوف ذا ساركوبلازميك او ذا بريزنس اوف ذا انترسيلولار كالسيوم. إذا ضلوا elevated السايكل it will be repeated. إذا صار عندي low level of calcium relaxation وبرجع الستيت باللو configuration state اللي هو عندي ال ATP. واضحة دكتورة؟ دكتورة؟ لا تفضل خلاص اللي حكى أول بس يسأل بعدين أنا. تفضل دكتورة. هلا ال ATP كيف بيصير لها sensing لوجود الكالسيوم؟ هلا كيف في عندي المره الجايه رح نحكي في عندي سيرتن شانلز. طبعا هون بنحكي احنا بسيرتن شانل مسؤولين انه يعملوا سينسينج للكالسيوم مع الاي تي بي. شكرا. فهذا رح نحكي عنه بالتفصيل بالمحاضره الجاي ان شاء الله. انا الجنرال فينومينا للفيلمنتس او فيلمنت سلايدنج فيلمنت ثيوري او كروس بريدجينج ثيوري بين الاكتين والميوسين ان جنرال. هلا انا في عندي اذا الكونتراكشن سايكل بتبلش انه لما يكون عندي انا بسموها الهاي كونفيجريشن انرجي كونفيجريشن ستيت اللي هو الميوسين انه عندي كومبليت هيدروليسيس للاي تي بي، فالميوسين هيد بصير له كونفيجريشن تشينجز وبيرتبط مع الاكتين وبعمل از ريزلت اوف بايننج بتوين اكتين ميوسين انا بصير عندي باي فوتينج of the actine to the center of the sarcomere. هلا اذا اجى عندي ATP مولكيول جديد ارتبط مع الميوسين، اذا في عندي enough calcium بصير عندي again complete hydrolysis للـ ATP والcycle repeated again. اذا ما كان عندي enough calcium الـ ATP بضله عندي تقريبا intact او بالpartial hydrolysis state وبيكون عندي بسموه هذا low configuration او energy configuration state، بيكون عندي فيش عندي complete activation of the ميوسين هيد يرتبط مع الأكتين فيلمنتس. واضحة؟ أي سؤال دكتورة؟ هون قبل ما أروح الفيديو سؤال بس عن السلايد اللي قبل، يعني كنت حكي لك دكتورة متى بيكون عندنا توتالي إنه توتال أكتيفيشن للميوسين هيدز بستيت بي ولا سي؟ هلا التوتال أكتيفيشن للميوسين هيد بيكون لما يكون عندي كومبليت هيدروليسيس أوف ذا أي تي بي، لأنه لما يكون عندي كومبليت هيدروليسيس أوف ذا أي تي بي اللي بيصير انه عندي ال بصير عندي اكتيفيشن للهيد اوف ذا ميوسين، عندي بسموه كوكينج اوف ذا ميوسين هيد، فبصير عندي انا البايننج بين ذا ميوسين اند ذا اكتين. بينما اذا كان عندي بارشل هيدروليسيس او خلينا نقول او الاي تي بي انتاكت مثلا الهاش هيدروليسيس، هنا الكونفورميشن تشينج ما بصير بالميوسين هيد اللي بسموه الكوكينج تشينج، فساعتها ما بقدر الميوسين يرتبط مع الاكتين. طبعا هذا الشيء هلا راح يتوضح بالفيديو، فالفيديو هذا انا يعني كل شيء فيه مطلوب ان شاء الله. تمام. فانا هلا الفيديو لما تحضروه راح تشوف الكروس لينكينج بصير بشكل اوضح.
دكتور صوت واطي. واطي دقيقة بس أشوف. مع إنه أنا عندي على أعلى على فكرة. دقيقة بس. مو واضح الصوت؟ لا. هل أنت تستخدمي مايك؟ نعم. تستخدمي مايك بحكي. آه خلاص لا. طب صوت الكمبيوتر يعني بالمرة مش واضح الصوت؟ لا. عادي المهم نشوف الآلية يعني. ممكن أنت تحكي مثلا هاي. أوكي. أو لو في ترجمة تحت اللي هي بتكون الكلام الإنجليزي. إذا في كابشن. مشكلة إنه لا ما فيش على ترجمة هذا ما شفت على ترجمة. تفضلي. انت عامل الشير للاوديو تاع الكمبيوتر؟ بس خليني بالله اتاكد اذا انا عندي الفوليوم عالي. مش هلا اذا ممكن يصير يعني خلص دكتور اقراي انت. هلا بنشوف اذا احكوا لي اذا وضح الصوت لانه بجوز انا كان كمان عندي الكمبيوتر يعني مش عارفه. واضح الصوت؟ اعلى شوي. يعني وضح الصوت للجميع احسن شوي. اوكي إذا هون هي بتحكي إنه زي ما حكينا الفانكشنال يونت بالمصل فايبر شو هي هون ساكرومير. ساكرومير أوكي تمام. إذا الشورتنينج بيجي من هلا سؤال لو جبنا سؤال الشورتنينج بيجي من الشورتنينج بالأكتين والمايوسين مولكيول اتسلف ولا البايندينج اتسلف بعمل شورتنينج السلايدنج السلايدنج. يعني مثلا لو جبنا سؤال اللي بيعترضوا على الأسئلة لو جبنا سؤال المايوسين والأكتين فيلمنتس بيصير لهم شورتنينج بأثناء الكروس لينكينج؟ نو ما بيصير فيهم. نعم لا ما بيصيرش ما بيصيرش. يعني لو جبنا سؤال كريتيكال ثينكينج هذا بصير انه انا حكيته بالمحاضره صح ولا لا؟ تمام نعمل سيناريو. اوكي المهم ما يكونش في A زائد B زائد C زائد D. لا ما هو خليني انا اوقف على هيك نقطه. هلا الاسئله اللي زي هيك لما عندك اربع خيارات هذا مشان تبين انه مين اللي بالضبط راح يجيب النقطه الصح صح ولا لا؟ احنا مخربطينا بس يعني الوقت كان وقت وقت. هلا طب سؤال انا بدي نحكي بموضوعيه. انا بقيت الاسئله باستثناء هدول كم من سؤال او اربع اسئله اللي حكيت لحمزه كانوا اسئله سهلين تتفقوا معي ولا لا؟ لا شو هن فيش شيء سهل كان دكتوره لا. كان تسباك يعني كان مش نفس الكل. في واحد انا احكي لك شغله نجي نحكي على التسباك راح احكي نولع الفيديو بالاخر مش مشكله. هلا التسباك أنا قسمت الأسئلة لفور كاتيجوريز. قسمت الأسئلة لكريتيكال ثينكينج، ديفيكولت، أفريج وإيزي. الإيزي كان لها حصة الأسد لعلمك أنا وزعتهم بشكل متساوي. أسد شو والله فار؟ نعم بقول أسد مش أسد شو صغير كثير فيش إيزي. لا أنا حاطة إيزي كوشن يعني حرام يعني لازم تحكوا إنه في أنا حاطة أكثر من نص الامتحان كان هو ايزي كويشن. ترى ما هو لما يكون الاسئله طويله وفي كثير اسئله طويله الايزي والديفيكلت كله يفوت في بعضه الواحد ما طلع يركز اصلا. بس ما هو شوف احكي شغله الايزي كويشن لازم ياخذ منك اقل من دقيقه فيعني بتقدر توزع انت الوقت. بعدين انا بالكويشنز انت بتعتبروهم طويلات هو فعليا انت لو قراته بتحتاج قراءته اقل يعني ثواني وتلقط الايديا في سنتنس واحده دائما بكل سؤال بتكون هي بتعطي كل الفكره اللي من السؤال. دكتورة والله احنا فاهمين عليكي بس المشكلة انه
من عجقة الوقت انجليزي. طب هلا سؤال الوقت، انا الوقت مش مسؤول عنه صراحه يعني، بس انه انا اللي بعرفه انه انا اتحدى انه انا في اذا في جبت سؤال من خارج اللي حكيته بغض. احنا مش عشان من خارج او مش من خارج، احنا الفكره يعني تخيلي انه انت مثلا معك، انا بالضبط كان معي 5 دقائق وفي علي 11 سؤال، يعني التنسيق والوقت والهاي كله فات في بعضه، بطلنا نعرف نركز. طب هلا يعني صعب كان بس فيسيولوجي ولا باقي الاسئله؟ كل شيء كثير كمان يعني، مش اللي بيشتغل عليه مشكلة، مش بس بعدك لا الكل. بس احنا فكرتنا انه يعني يكون صعوبة الاسئلة متناسقة مع الوقت، مش انه الوقت كتير قليل والاسئلة صعبة. يعني احنا دارسين ماشي بنحل الصعب، بس اعطونا وقت. بس للعلم انا يعني ما بعرف، انا بس بوصلني، انا بعرف صراحة عن العلامات ولا بعرف عن الافرج ولا اشي، بس انا وصلني من المنسقة المساق انه في كتير طلاب حالين الاسئلة كلهم بتاع الفسيولوجي تقريبا. دكتورة ما ظنيتش انا والله هيك، انا هيك وصلني صراحة انه في طلاب جايبين. ترى المشكله الاسئله ما بتيجي بالترتيب، ممكن الاسئله السهله كانت اخر شيء، في طلاب ما لحقت تشوفها اصلا. مثلا انا في الفسيولوجي ما شفتش سؤال قصير اجاني، ما هو هيك كمان انتم عملتوا بنك وزعتوا على الطلاب، فيعني واحد اخذ الاقصار واحد اخذ كل الاطوال. بس انا يعني خليني احكي عن الفسيولوجي، انا الافرج والايزي كويشن كانوا مش كتير طوال. هو دكتوره حتى لو عملتي ايزي في ناس ما وصلوا ايزي اصلا. لا كيف، انا اللي بعرف انه منسق المساق وزعت بالتساوي بين كل الفور كاتيجوريز، هي اللي بعرفه يعني انا. يعني مثلا من ضمن الاسئله مثلا ايش مثلا معترضين عليه غير هذول انا، لانه الكريتيكال سام كويشن لكل الطلاب، لكل الطلاب يجوا اي بي سي دي اي، هاي تبعت الاي بي سي دي اي اند بي سي دي اند دي، انا اصلا ما يعني فهمت علي، هاي كلها تاسيس التفكير اللي طلعت لي فعليا. لو كان حتى السؤال سهل دكتوره، بس يعني هالشغله بالضبط يعني كثير بتلخبط، بدك ترجعي تقرا الخيارات مره ثانيه ومره ثالثه لحتى تستوعب انه ايش بدكم بالضبط. بس شوفي احكيك شغله بالنسبه الاعداد اللي كانوا اللي هو فيهم اكثر من خيار، اكثر من 5 خيارات، هذول اجوا لكل الطلاب الصراحه، يعني انا حطيناهم لكل الطلاب. يعني لو انه دكتوره برواء هيك نقرا وممكن نقدر نحله بسهوله، بس انا بحكي لك عن الوضع اللي احنا كنا فيه بالامتحان، يعني كان الموضوع كتير صعب. بس يعني انا اللي وصلني انه في طلاب جايبين علامات عاليه جدا بالاندوكراين. دكتوره فيه بس مش كلنا، مش ما هو هذا الفرق بين الواحد يدخل على الامتحان ستريس ويدخل على الامتحان رايق. دكتورة هو المشكلة كان الوقت، وكان يعني الأسئلة كتير طويلة جدا يعني. والله شوفي أنا بالنسبة للبارتي أنا برجع بأكد لكم، أنا فقط بهدول السيناريوز الخمسة اللي إجوا لكل الطلاب، أنا هدول أوكي ماشي، والخيارات الكتير إجوا لكل الطلاب، يعني لم أفرق بين طالب وطالب. بينما بالإيزي كويشن والأفرج يعني كويشن هدول توزعوا، على فكرة في يعني رعيت إنهم يكونوا الأفرج والإيزي تقريبا نفس الإشي، سواء بالطول أو سواء بطريقة الإجابة أو سهولة الإجابة. يعني انا لما اجيب سؤال من انا بجيب مين مسؤول عن كنترولينج الميتابوليك ريت، مين اللي جلاند مسؤول، هذا ايزي كويشن ولا لا، هذا بده دقيقه، بده اقل من دقيقه، بده ثانيه ليتجاوب. نعم كان سؤال هيك بالامتحان، في كان سؤال هيك بالامتحان، وهذا من ضمن البارت تاع الايزي بارت تبعي انا. دكتوره ما هي الفكره من الموضوع، يعني اجمالا بالجنرال الامتحان ما كانش يقيس دراسه البني ادم، كانت تقيس قديش بيمسك حاله على التوتر، واحنا مش يعني انا يعني فهمت علي، يعني بغض النظر دارس ولا مش دارس، اذا انت بتتوتر الامتحان. هلا مين بتحكي معي؟ انا تالا جلال. اهلا وسهلا تالا. هلا شوفي خليني اكمل الفيديو هاد وبنرجع نحكي. تمام معلش نكمل بس الفيديو ونرجع نحكي. لا قاعد ما في مشكله ماشي. خلينا نعيد، احنا قلنا اذا وصلنا هون عند الساركو ليما اللي هي الفانكشنينج يونت. شو إذن الستب الأولى أو المهمة بالإنشيشن للكونتراكشن؟ انضباط الكالسيوم بالتروبين نسية، يطلع الكالسيوم من الساركوبلازمي كريتيكولوم ويرتبط مع التروبون سي اللي هو بارت من التروبون الكومبلكس
صح ولا لا؟ بالضبط عشان شيل التروبوميشن. آه هلأ شو اللي بس... طيب هلأ اللي عند هون تروبونين سي لما ارتبط مع الكالسيوم شو صار؟ زاح عن الايش على الميوسين بايندينج سايت على الاكتين فيلمنتس. ساعتها الميوسين رح يرتبط مع الاكتين صار. هلا قبل ما يرتبط الميوسين مع الاكتين الميوسين كمان لازم يتجهز. فهل رح تمام هون الستيت بسموه هاي انرجي كونفيجريشن ستيت، انه انا عندي كومبليت هيدروليسيس لايش الاي تي بي سعيد. شفتوا كيف الكونفورميشن تشين صار بالهيد بسموها كوكينج تشينج، صار يعني كونفورميشن. فهلا الميوسين بيكون ريدي انه يرتبط مع الاكتين فيلمنتس. إذا الـ binding of actin and myosin بيعمل sliding the thin filaments to the center اللي هي بسمها by voting step. فلما بتروح للسنتر شو بيصير عندي shortening ب sarcomere، فبصير عندي أنا shortening contraction بصير بكل الـ muscle cell. تمام؟ هلأ خلينا بس نكملهم هون. طبعا قبل ما تكمل هي الحكي reactivation of the myosin head بتم اذا بتم اذا كان في عندي ايش اذا في عندي اكسترا سيلولار كالسيوم نوع كفايه اي تي بي كفايه انه في لسه الانترا سيلولار كالسيوم هاي يعني لسه انا بدي كونتراكشن فبرجع مره ثانيه بصير عندي reactivation of the myosin head. طبعا الفيديو طبعا خلص. هلا اذا شفتوا انه اذا كان ضل الكالسيوم للكونتراكشن برجع بعيد نفسه او الرياكتيفيشن للميوسين هيد هذا بيرجع بيصير له مره ثانيه، بينما اذا انت الكالسيوم رجع عملت له ري ابتيك باك تو ذا ساركوبلازميك ريتيكولم هنا بصير عندي انا برجع الستيت اللي هو ريلاكسينج ستيت انه التروبوميسين بسكر على الميوسين بايندينج سايت بي على اكتين فيلمنت والميوسين هيد بصير له ريكوكينج وبصير عندي انا بايندينج للاي تي بي مع الميوسين هيد وبكونش عندي هيدروليسيس للاي تي بي. واضحه؟ تمام دكتوره تمام.
هلا بنرجع نحكي عن الامتحان. مين بده يسالني عن الامتحان؟ مين نتناقش على الامتحان مره ثانيه؟ هلا اذا حكيت انت كلمه كويسه انه لما يكون انا عندي لما بس سؤال قبل ما نحكي بالامتحان عشان بحب يطلع بس بسلايد 5 أو 6 بالستركتشر للثن فيلمنت كان في تو تايبس اسينشال اند ريجوليتري. سلايد 5 أو 6 اتوقع بس خمسة. ايش الفرق بينهم؟ قصدك الاسينشال والريجوليتري لايت تشينز. اوكي هلا الاسينشال لايت تشين مسؤوله عن انها تتحكم بالميسين هيد فيه intrinsic ATPase activity انه عنده الابيليتي انه يعمل hydrolysis للاي تي بي باعتمادا على level of calcium. فاللايت شين واحده منهم يسموها الاسينشال لايت شين هي مسؤوله عن الكنترول للاي تي بيز اكتيفيتي اللي بالميسين هيد. الثاني regulatory هي مسؤوله عن الكاينتكس الداينامكس للبايندينج بين ذا اكتين والميسين. بس يعني الفانكشن الاساسي او الاي تي بيز الفانكشن الاساسي هي بتيجي من اللايت. تمام. هلا اللي بيحب يعني يطلع اللي بيحب يسالني على الامتحان هي معنا خمس دقائق يعني يسالني ونتناقش يعني. فانا ما بدي تشعروا انه يعني انه انظلمتوا بالامتحان. انا بدي اياكم انه يعني انه تعرفوا انه الستريس بدمر يعني كل شيء اندرس. عرفتوا علي كيف؟ بعدين احنا لا يعني اذا بتحط دايركت كويشن ساعتها انتم بتعرفوا هلا الامتحانات اونلاين وفي احتماليه اي حدا يفتح السلايد يطبع السؤال ولا الجواب. فاذا انت ما بدك تجيب اسئله بطريقه الشاطرين راح ينظلموا او اللي فاهمين راح ينظلموا. صح ولا لا؟ انتم معي بهي الفكره ولا لا؟ هي دكتوره هي هاي الفكره كلها كانت. انا فاهمه عليك وانتم كل الفكره هاي عشان الاونلاين. بس الموضوع انه يعني لازم يكون يعني بعدد محدود مش الامتحان من اوله لاخره. هلا انا قلت لك انا بالنسبه البارت تبعي انا رعيت وانا يعني دكتوره فاطمه مسخه بتعرف لما بعت لها اسئله انا قسمتهم كاتيجوري. فعلا في اسئله يعني انا حكيت لك من ضمن في عندي كانت كثير اسئله ايزي كويشن كانت الميتابوليك ريت مين المسؤول عن ريجوليشن او كنترولينج للميتابوليك ريت وهي الثايرويد جلاند. هلا هاي الاسئله انا ما بعرفش كيف تقسمت ما بعرفش كيف السيستم اخذها. بس انا بالنسبه لبارتي انا باكد لك انه الاسئله الطويله اللي فيها اكثر من شويس اجت لكل الطلاب مش لواحد. دكتوره بس اجت سؤالين غير لما تيجي 6 8. هلا انا الاسئله شوف الكريتيكال ثينكينج هم بالضبط 4 أو 5 مش اجوا لكل الطلاب. وهم يعني بعرفش شفتوهم اللي هم اذا مين بذكرني فيهم اللي هي نيورو ساينتست لما انا اعمل كات للميديا الايمنانس او انتربشن البيتويتري تبعت لما نعمل كات للبيتويتري بدون ما نعمل للهايبوثالاميك بالضبط. هاي حكيتها بالمحاضره يعني هاي اللي حكيتها بالمحاضره. مين يحكي لي الجواب على هذا السؤال؟ دكتور انا بدي اشوف وين اميره وين رنيم. انا حكيتها بالمحاضره إذا بنقطع الهباء الهايبوفيشيال تراكت لكل هين بيكون لا قطعت البستيريو الهايبوثلم وهايبوفيشيال تراكت هاي نيورونال كومبلكس. يعني أنا أقول هاي مسؤولة عن شو؟ عن تصنيع والسكري وإني أنقل الهرمونات تاعت الصناعات إيش حكيتي إنه حتى لو إنه ما عملش سينثيسيس بيكون لسه في ستيل ستورد بالبوستيريور. هلأ شو اللي بصير؟ إحنا قلنا على اللونج ران لو شلت انا البوستيريور بالب هاي البوستيريور جلاند بالب بس شلتها لحالها بدون ما اشيل هاي التراكت كلها والاكزون الاكزونز بالنيورونز السكريشن للاكسيتوسين والاي دي اتش ما راح يعني راح يصير له ايش ديفرنشيشن لللوكال ستيم سيلز لبيتيوسايتس او بيتري جلاند سيلز وبترجع الفانكشن نورمالي. هاي طبعا انا ذكرتها بالمحاضره. فاذا ريزلت ما انا احكي ان ذا لونج ران معناها ولا هرمون راح يصير له جيت افكتد لانه الانتير بتتري جلاند ما لهاش علاقه بالهايبوثلم او يعني بالكات اللي صار. بينما البوستيريو بتتري جلاند قلنا طالما انه انا ما شلتش النيورونال كومبلكس الهرمونات كلها ما راح تتاثر. اذا دكتوره يعني الاجابه انه كلهم مش راح يصير لهم افكتد. تمام. فانا قلت لك وصل لي انه في ناس جاوبوا الاسئله كلياتها وجايبين علامات عاليه. دكتوره انا ما احنا لخمنا مش متذكرين شو جاوبنا. مين اميره بتحكي صح؟
أميرة. أنا بدي أميرة. هلأ أنا بدي رأيك أميرة. أنا في إشي جبته من غير إشي ما حكيته؟ دكتورة هلا ماشي في أسئلة سهلة يعني، بس إنه بشكل عام يعني إن الدكاترة ما بيراعوا فكرة إنه إحنا مش بس أنت بتعطي المادة السيستم، يعني في دكاترة غيرك، يعني لو كل دكتور جاب لنا ثلاث أسئلة صعبة خلص الامتحان. بس هيو هي في ناس مجاوبين، أنا بحكيك أمير أنا في وصلني ناس مجاوبين عنه. أنا ماشي جاوبته زي الجواب الصح بتحكي عنه إنه ما حدا تأثر، بس بصراحة مش متذكر إنه ذكر بالمحاضرة هيك إشي. لا إذا رجعت للريكورد أنا ذكرته في حدا ما ذكر معنا يعني، أنا هيك جاوبتها على الحط طلعت، بس إنه مش عارفة يعني. لا إذا رجعت للريكورد أنا ذكرتها، حتى حكيت إنه من الـ من الأشياء التطبيق إنه البستيربيتوتي جلاند ما إلها علاقة بالتصنيع ولا سنتسازي. حكينا إنه ما إلها علاقة بالتصنيع، بس مش إنه إذا صار فيها كيف إنه إذا شو شلنا البستيريا بس ما شلت التراكت هاي كلها الإكسونال تراك أو نيورونز السينتسيز ما بتأثر on the long run برجع نورمال، لأنه بصير عندي بيتو سايت. مين بتذكر إني حكيت؟ إذا أميرة مش بتذكر مين بتذكر إني حكيت؟ دكتورة هسا أنت حكيتيها، بس حكيتي لنا إياها بالفليكسبل ليكتشر اللي هي يفترض إنه ما يكون فيها أي إشي زيادة، وأصلا كان عدد الحضور 12 طالب بس. بس ما هو الفليكسبل ليكتشر ما هو يعني انتم مطالبين بكل شيء صح ولا انا غلطانه؟ لا يفترض الفليكسبل طلاب بس اللي ما عنده اسئله ما بيحضر، لو حدا ما بده يسمع اسئله او ما بده يسمع معلومه يعني بالضبط. انتم كمان تحكوا لنا انه اذا بدك سؤال احضرها، بس هي مش ضروريه، مش لازم كل الطلاب يحضروها يعني، بس فيها معلومات جديده دكتور. بس شوفي هلا احنا انا بتذكر كمان حكيتها باثناء المحاضره، انا بعرف مش هاي انا يعني انا بتذكر ان حكيت اثناء المحاضره، بس الفليكسبل ليكتشر كمان الهدف منها انه كمان انه ليش الطلاب لازم يدخلوها، لانه احيانا في اكثر فهي مش انها مش مانديتوري، لا هي مانديتوري، وهذا وهم عملوها مشان يبينوا مين اللي بيحضر مين ما بيحضرش، هاي الهدف منها. وضحتوا هيك من انا فعليا سمعت كل الريكوردز يعني حضرت كل المحاضرات، ما ذكرت هاي المعلومه انه صفنت وين هاي ممكن تكون، بس هلا اكتشفت انا في الفليكسبل ليكتشر انا ما بحضر الفليكسبل ليكتشر. لا الفليكسبل ليكتشر هلا شوفي احكي شغله، انا عندي سؤال لعنده سؤال احضرها، انا ما بكون عندي سؤال ببعث لك ايميل اذا عندي سؤال، لهيك ما بحضر الفليكسبل ليكتشر يعني اكيد مش اهمال منا، لانه انت فهمتوني اللي عنده ماشي. هلا بس شوفي الفليكسبل ليكتشر انا عملت وحده يعني، انا ما بدي كنت اني اضايق الكل، عملت انا وحده والباقي مستقبل كل يعني طريق الايميل. هلا الوحده اللي انا عملتها عملناها لانه اذا في إشي كان ناقص بده يتوضح، انا يعني هاي عملناها هاي، فاللي دخل استفاد. هذا الفرق انه انت يعني هاي هون بقول انه انت يعني اخذت يعني فتي اخذت يوبك ذس شانس، يعني اللي بحضر احيانا بيستفيد صراحه. وانا محاضرات ماشي معك، بس الفليكسبل ليكتشر يعني في كثير على فكره حكوا لي انه جابوا اسئله من الفليكسبل ليكتشر، لانه الفليكسبل ليكتشر معموله مشان انه الطلاب تفوت، الهدف منها انه يصير ديسكشن زي جيرنال كلاب زي اي يعني زي يعني اي ديسكشن سيشن، فهي مهمه. ما كنا فاهمين هيك احنا. دكتور جمال معاكي. انا فكرت صراحه انا يعني ما بعرف، بس انا فكرت انه هذا الشيء المفروض انه بالسيلابس وبالمنسقه المسابقه تكون وضحته يعني. دكتوره تفضل. بنادي عليك دكتور جمال. اوكي خلص ماشي اوكي. حلقه ثانيه فن، ما احنا بقى لنا دخلنا فيه. ماشي اوكي، يعني اسف دكتور اسف، يعطيكم العافيه جميعا.